شنو كديروا هنايا؟ كنعملوا واحد الحمله ديال التنظيف ديال الغابه. اش من غابه هذه فاش نتوما؟ درميلات. هذا الموضع هذا شنو مسمي؟ بيرديكاريس، محميات بيرديكاريس. با وهذا الزبل اللي كتجمعوا في اي اطار يعني؟ واش غير مبادره منكم ولا شي واحد عيط لكم ولا؟ ولكن ميد ميتيه هما اللي عيطوا، هما اللي مور لورغانيزاسيون ديال هذا. وشنو الرساله اللي توجهوا لهاد الناس اللي كيرموا الزبل هنا في هذه الغابه؟ خصنا نحترموا الغابه، غابه نعمه حال حالك. الله عليك. شنو قلتي قبيله انت في حال الدار؟ دابا تصور شي واحد كيرميك الزبل في الصاله ديالك، ياك هذه الصاله ديالنا دابا نو؟ اذا لا رمى شي واحد الزبل اش غادير له الوالده؟ شنكله. داكور، اش من مجموعه انتوما؟ كشفيه حسنيه مغربيه. كشفيه الحسنيه المغربية فرع طنجة البوغاز. شحال بكم بزاف؟ صراحة كاين كل وحدة وشحال العدد ديالها؟ كيخرج 18 بين. واللي بغى ينخرط معكم شنو يمكن له يدير؟ يحتاج 50 درهم ديال الخيرات وواحد عقد الزيت، واحد التصويرة، وكيعمر واحد بطاقة السمارة. وخصو يكون كيقرا ولا ماشي مشكل؟ ماشي مشكل، مسخن كبير. داكور. وعندكم مؤطرين ديالكم كيعطروكم؟ انا ما كنعرفش التراتب، انتم دايرين بحال العسكر؟ لا تقريبا. الوغ شنو هي المراتب اللي عندكم؟ منين كتبدا مثلا؟ واخا نشوفوا. 5 سنين لسبع سنين كاين البراعم، ولكن الاكثريه الفروع ما منظميش، كيكونوا لابسين بحال هكذا وصفر. كيكونوا مازال صغار، وكاين من 7 ل 12 كيتسموا الاشبال. الاشبال كيكونوا لابسين اشبال والزهرات، الاشبال الدراري الصغار والزهرات البنات كيلبسوا الزرق. كاين الكشافه من 7 ل 12 كيكونوا لابسين الخضر. كيفاش من 7؟ من 7 سنين ل 12 عام. كيكونوا لابسين الخضر. وي كيتسموا كشافه، والناس كيتسموا مرشدات، وكاين كشافه متقدمه هما لحمايا. انتوما شنو؟ كشافه متقدمه يعني الكره، كشافه متقدمه وبالناس الرائده. دابا انت رائده؟ رائده. وانت؟ كشافه متقدمه. وانت؟ كشافه متقدمه. كل شيء؟ لا هذاك عاد عاد جا جديد معكم. هذا عاد غيلبس هو، عاد غادي اولا دوموازيل؟ رائدة. رائدة. كاين وحدة العشيرة، هما كيكونوا من 20 عام، من 18 عام ل 20 عام، كيكونوا عندهم الزي بحال ديالنا ولكن هو في بني مفتوح. بني مفتوح. وكاينين من 20 عام فوق القادة ديالنا هما المؤطرين. ماشي بالضرورة يكون موظف ولا يكون ما كاينش. و العمل ديالكم دائما مرتبط بالطبيعه ولا مروا انشطه؟ كيفاش عندنا مره الطبيعه مره استكشاف؟ حنايا الفخيمات الاطار الرمزي ديالنا. كديروا مخيمات في الصيف؟ كاين كيلو بالدول، كاين مراحه ميدموت، مراحه ميدموت كيجيو منه، كيجيو بزاف ديال الدول. فرنسا كاين دابا ان شاء الله في 2019 في اكادير، كاين دابا مخيم صيفي اتلانتيك، يعني الدول اللي كيطلعوا على البحر الابيض، البحر الاطلنطي، الدول كامل المحيط الاطلنطي. حنايا الجزائر كاين بزاف الدول اللي يجيو يشاركوا في اكادير. وما كتدخلوا لا في السياسه انتوما لا في كل ما هو بيئي، طبيعه، خدمه الانسان. تبارك الله عليكم، الله يحفظكم، وتحياتي. شكرا.